السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ احنا النهاردة عندنا تحدي جديد بين الجبنة الاسبريد الكريمي اللي احنا بنشتريها بأسعار غالية، وبين الجبنة الاسبريد الموفرة اللي احنا بنعملها في البيت. بجد تحدي جميل جدا وحلو جدا، وتعالوا اقولكوا على الطريقة. بسيطة جدا وموجودة في كل بيت ومغذية جدا، على الأقل مش موجود فيها أي مواد حافظة للأطفال، وبجد هتنبسطوا جدا. ما تنسوش تدوسوا سبسكرايب ولايك وتفعلوا علامة الجرس. يلا تعالوا معايا شوفوا الطريقة هنعملها مع بعض ازاي. معانا اهو طبق جبنة قريش، انا كنت لسه شارياه، جبنة قريش طازة، ومعايا كوباية فنجان، ومعايا زيت ذرة، ومعايا خلاط. خليكم دلوقتي هنا معايا شوفوا انا هعمل ايه. هناخد قطعة جبنة اهو، المقدار اهو قطعة جبنة. انا دايما معوداكم ان احنا يوم ما بنجرب مع بعض وبنعمل التحدي بنجرب الاول في قطعة ايه صغيرة، فاحنا هو ايه قطعة الجبنة القريش معروفة. هنحط قطعة كاملة كده، تمام. حطينا اهو القطعة، زيت الذرة، زيت الذرة. هنحط مثلا ايه يعني مقدار نص الفنجان، تمام. انتوا عارفين طبعا ان زيت الذرة ده مفيد جدا وحلو يعني. بس نشغل الخلاط. هي ايه مش راضية تتضرب، فاحنا هنعمل ايه، نزود شوية لبن صغيرين خالص اهو. جبنا شوية لبن اهو، شويه صغيرين خالص اللي هو ما يجيش حتى ربع الكوبايه. هنصبها واحده ايه واحده واحده. احنا هنفضل نضرب طبعا لحد ما المزيج يبقى سايل خالص، يبقى زي الجبنه السبريد الكريمي بالظبط. هزود اللي هي شعره ملح، يعني طرف المعلقه كده ملح، عشان الجبنه القريش انا جايباها مدلعه مش ملحه، يعني ملح اللي هو الملح البسيط ده، فانا هزود بس شويه ملح عشان ايه تكون مظبوطه. اهو ده يا جماعة منظرها، انتوا شايفين بقيت عاملة ازاي اهو، مش عارفة اقطعها ولا ايه. انا هصبها دلوقتي في الطبق معاكم وتشوفوها اهو. هصبها دلوقتي معاكم اهو من الخلاط يا جماعة، عشان محدش يقول ايه من الخلاط. بصوا كريمي ازاي. بصوا كريمي ازاي.
بصوا كريمي ازاي يا جماعة، بصوا كريمي خالص، جبنا الاسبريد بالظبط بالظبط. اهي بصوا بصوا ما شاء الله عليها، يعني بجد جبنة ما شاء الله عليها ومفيدة. وانتوا كلكم عارفين فوائد الجبنة القريش، ان كلها كالسيوم ومفيدة للاطفال وما فيهاش اي مواد حافظة، يعني هتاكلوها لاطفالكم وانتوا مش قلقانين خالص من في مواد حافظة، يعني ان شاء الله ياكلوا لهم الكيلو لوحدهم، ده ما فيش اي قلق منها. ما شاء الله الحمد لله. التحدي ده انا نجحت فيه برضو، وما تنسوش تدوسوا على علامة اشتراك اللي هي العلامة الحمراء دي، وتفعلوا علامة الجرس وتدوسوا على اعجاب او تدوسوا على سبسكرايب او لايك، وتضيفوا تعليق من تعليقاتكم الجميلة، وتقولوا لنا انتوا ايه لو عملتوا التحدي ده في البيت، قولوا لي بس التحدي نجح معاكم ولا لا.